يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا الأخيرة. فيحاء عبد الله مصممة أزياء سعودية تعشق التصميم منذ الصغر وجدت سعادتها فيه. تعمل منذ 8 سنوات في هذا المجال، لها خطها المميز وذوقها الخاص في اختيار الخامات والتصاميم. الكثير من أسرار الأناقة والتميز نتعرف معها مع ضيفتي في الاستوديو مصممة الأزياء السعودية الأستاذة فيحاء. مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. بداية أستاذة فيحاء، نبغى نعرف كيف كانت بداياتك ودخولك إلى عالم تصميم الأزياء؟ طبعا أنا كنت أعشق التصميم من وأنا صغيرة، كنت أحب التصاميم وتشدني الفساتين، كنت أحب أضيف لمسة على الفساتين، وبعدين بديت أصمم فساتيني الخاصة فيه وصارت تنال إعجاب الجيران أقاربي وشجعوني على أني يعني أنمي هالموهبة. وبعدين صممت فستان الأختي، فستان زواج، اخترت ماتيريال وخامة بيضة كذا وضفت فيها دنتيل مختلف عن الأبيض، دنتيل كذا لون السكري، وسويت فيه كريستال أزرق، وسويت إضافة يعني ميكس الأزرق مع الدنتيل. وبعدين صرت يعني أشوف نفسي في المجال، حاولت أني أدرس، دخلت دورة خياطة وأخذت شهادة، وبعدين بديت أصمم فساتين وأصمم عبايات. إحنا لما جينا على تصميم الفساتين قبل الهواء كنا إحنا نتكلم، قلت لي إنه لما تجيبين حتى قطعة جاهزة بداية اكتشافك إنك بديت تحبين هذا العالم وتدخلينه، كنت تقولي لي كنت أجيب قطعة جاهزة مثلاً وأشيل منها بعض الأشياء وأركب فيه بعض الأشياء، فهذا كله هو كان فعلاً السبب الرئيسي إنك دخلتي هالعالم؟ أي هذا هو، كنت أحس إني أسوي شيء متميز. لما أشوف فستان ما يعجبني أشيل بعض القطع اللي فيه وأضيف قطع ثانية مختلفة وبتكون بشكل يعني مختلف مرة متميز. وبعدين طورت نفسي، اشتركت قبل 8 سنوات في معرض بالماركيور، معرض نسائي، وبديت دخلت التصاميم بعبايات أول شيء، وبعدين يعني ما شاء الله اشتهرت وانعرفت وصرت أبي أطور أكثر. عموما إحنا بعد شوي حتطلع صور من التصاميم حقتك اللي أنت صممتيها، فخلينا نشوف بعد شوفي زي هذه التصاميم. هذه قماشها شرك وحاطة فيه دنتيل. أيوة اوكي، زي ما احنا شايفين. ايش كمان؟ بعدين هذا الملون حرير وحطيت عليها رسومات بالطباعة. طيب جميل. كمان الثانية كمان هذه زي ما احنا، هذه هي الحرير ها؟ ايوه هذه الحرير حطيت عليها اضافات. ايه؟ اني حطيت الوان طباعة. ايوه. طيب جميل. وهذه تتميز لانها سوداء كمان. هذه دنتيل على الاسود يضيف له طابع سعودي متميز، بحيث يكون الاسود غالب على الديزاين، بحيث ان الان درجه العبايات الملونه انا حبيت اخلي اكثر شيء الاسود. انا لاحظت كمان الجيوب، هذه عبايه؟ الجيوب هذه طلبوها مني زبائن، قالوا احنا حابين تحطي جيوب اضافيه لانها مرغوبه. احس تكون عمليه اكثر، هل ممكن عمليه اكثر؟ يقول للجوال إيه يحطوا اغراضهم الشخصيه اللي ما يبون يشيلون معهم شنط. وانا صممتها بناء على رغبات الزبائن. جميل. طيب انا لاحظت كمان في تميز كمان في الخامات، انت اول شيء كنت تحرصين فيه انك تتميزين بالخامات اللي انت تختارينها للقطع. اي الخامه انا اختار خامه ذات جوده عاليه، ما اخذ اي خامه اني اقول انا مسوقه وابيع، لا لازم اهم شيء ترضي الزبون الخامه. واخترت الخامات هذه علشان الزبون يعجب الخامه اكثر من التصميم. جميل. هل أنت تعتمدين مثلا على خامة محلية أو خامات عالمية مثلا؟ والله أنا اضطرت كمان أخذ عالمية وأخذ محلية. خاماتي أشتريها من قطر ومن الكويت. عندي الحرير الكويتي هذا مرة يعني عليه طلب كثير، وحاولت أدمجه في الأشياء الثقيلة بحيث الزبون لما يشتري العباية مني يكون ما تعطي حجم زيادة ويكون ستايلها حلو في نفس الوقت، يعني قابلة للغسل بدون الكي. يعني عملية عملية وتاخذ وقت.
واكون حريصه على الخياطه الزينه، يعني تكون خياطه جودتها كويسه. وعندنا في مركز انت كمان تميلين كمان انك تستخدمي ديزاين معين، انت تميلين للكلاسيك والكلاسيك مودرن. ترى صعب انك تصممين هذه التصميم، يعني الكلاسيك مثلا خاماته لازم انها تكون جيده، والقطع الكلاسيك عاده ما تكون رخيصه، صح ولا لا؟ اكيد والله هي مكلفه علي، بس انا عندي زبائن يعني يرغبون الاشياء الفخمه، وانا ابغى اطلع فخامه الخامه قبل خامه التصميم، قبل التصميم يعني. طب هل لك لاين مثلا معين انت تتبعينه، يعني او تتبعين الخطوط العالميه وين هي ماشيه؟ لا لا، انا يعني من هوايتي في التصاميم، من موهبتي يعني اكتشف هالشيء، ما اتقيد بالخطوط الثانيه او اني احاول يعني امشي على التصاميم الدارجه. لك لاين معين انت تمشين عليه؟ طب هذا يدفعني سنه 2017 على الابواب، ايش الكوليكشن الجديد وبايش تتميزين بهذا الكوليكشن؟ والله سنتين ان شاء الله اني راح انزل عبايات الراس، لان التراث في الثقافه يعني تكلموا معي قالوا لي انك لازم تعرضين، يعني تصير رغبه الزبون، بحيث ان كل العبايات اللي في السوق صارت كتف على الكتف. طب ايش اللي حتميز عبايه الراس اللي انت حتى راح اسويها كلوش، ويكون فيها تصميم ناعم من كريستال خفيف، من اضافات كريشه خفيفه، يعني بدون ما تكون يعني مره احنا ما نشوف توجه كثير للمصممات، فهذا يعتبر شيء جديد، يعتبر جد لازم. انا تعرفين السيده السعوديه تتميز بالعبايه، ولازم نحيي هالتراث ونشجع على عبايه الراس اكثر من عبايه الكتف. هو عموما الاذواق تختلف، لكن كل واحد عنده الذوق والستايل حقه. لكن استاذ فيحاء، في سوق المنافسه صار جدا قوي، وكثير ما شاء الله بنات السعوديات نازلين بقوه في سوق المنافسه، كيف تجدين انت سوق المنافسه؟ والله صراحه انا ما اسعى للمنافسه قد ما اسعى اني انا يعني اضيف لمسه يعني حلوه يرغب فيها الزبون، يعني طابعي وستايلي الخاص هو اللي يلفت الزبون اكثر مني اكون يعني منافسه للناس الاخرين يعني. أو بعدين لا يخفى عليك الحين الوسائل التكنولوجيا صارت تساعد انكم تتواصلون مع الناس بشكل اكثر، كيف تعاملك بالذات؟ يعني احنا دائما نشوفهم في الانستغرام المصممات اكثر شيء، هل لك مثلا اكونت معين، عروضات في الانستغرام؟ انا في البدايه ما كان عندي يعني هالشيء، بس ناس كثير شجعوني على اني انزل يعني في الانستغرام، ونزلت لي حساب في الانستغرام، وصرت يعني لي سمعه، وعندي المركز حق دريم انا مديره اعماله، ومسوين خياطه عندنا في نفس المركز. بس بعض المرات التفاعل يكون في الانستغرام يكون اقوى، يعني في طلب، في طلب خاصه اللي هم خارج المنطقه، يعني في طلب يعني على الانستغرام، وفي ناس عندي يقولون احنا نبغى الخامه، وعادي لو حبينا ان نعطيك الموديل او التصميم. يعني تسمحين بعض المرات مشاركه؟ اسمح، ما بالعكس، يعني شيء حلو لي ان الزبون انه يبي ينزل خامته موديله، وانا اضيف لمسات من عندي يعني. طبعا اكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك في التصميم. شكرا لك مصممه الازياء فيحاء عبد الله، شكرا لك. الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بكره ان شاء الله حلقه جديده، تتمسون على الف خير.